استاذ دبيش مرحبا بك وكنشكرك انك لبيتي الدعوه. غير واحد الظاهره يعني لاحظناها انه حاليا المغرب يتعرض لواحد التحرشات رهيبه من طرف مجموعه من الدول الاوروبيه على راسها المانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا، زائد طبيعه الحال الجار الشرقي او جار السوء. باعتبارك انت يعني متخصص في التاريخ، يعني كيف تقرا هذه الواقعه علما ان المغرب على مر التاريخ تعرض لواحد العدد ديال التحرشات بل واحتلالات واستعمارات، لا من طرف الرومان، الويندال، الاستعمار الفرنسي، الاسباني، المحاولات ديال الانجليز الى اخره، يعني كيف تقرا هذه الوضعيه هذه؟ شكرا سي عبد الرحيم. العفو. ماشي اول مره كيتعرض المغرب للاستفزاز والتحرشات من طرف دول اجنبيه، يعني تقريبا منذ وجوده المغرب وهو يواجه ويجابه الحركات العدوانية والاستفزازية التي تقوم بها الدول سواء كانت أمبراطورية قديمة أو دول معاصرة لاستهدافه ولتقليل من قيمته ولإضعافه حتى يصبح في متناول أيديه. وعلاش هذا التكالب ديال اللي بغينا نسميه هذا تناسل التكالب على المغرب؟ تناسل التكالب على المغرب لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن المغرب عنده موقع استراتيجي هام جدا، ولا يمكن لهذا الموقع إلا أن يكون يعني مستقلا بذاته، فهم يرون فيه نوع من استفزاز وإضعاف لقوتهم ولتدخلاتهم العسكرية. ثانيا المغرب دولة، حينما نتحدث عن المغرب نتحدث عن الدولة المغربية، والدولة ليست هي المجتمع. هنالك مؤسسات الملك منذ العهد الأمازيغي أقليد، وهنالك أيضا حديث عن المؤسسات الموازية لهذه المستويات عبر التاريخ. والمغرب في هذه الفترات كلها جابها قوى إمبريالية ضخمة، منذ الرومان جابها الهولندا، البيزنطيين، جابها البرتغاليين، الإسبان، الإنجليز، جابها الألمان، جابها الفرنسيين، جابها كل هذه الدول أرادت أن تهيمن على المغرب لأجل تحكم في الموقع الجغرافي الذي يحتله. وما السبب اللي يجعل يعني لا ماشي الموقع، يعني المغرب رغم تكالب هذه القوى الاستعمارية الله دائما يخرج مرفوع الرأس. يعني علاش يعني كل ما كان هنالك ضغط على المغرب كلما أخرج المغرب منتصرا في مجابهة هذه القوى الاستعمارية. وشنو هو السبب؟ هو انه حينما يحس الانسان بانه تصور انك في مكان ما وبجانبك مجموعه من الافاعي، ماذا ستفعل؟ ستقاوم هذه الافاعي وتقتلها لكي تخرج، لانه اما ان تعيش واما ان تموت. ولكن هذه خاصيه في المغرب، هذه خاصيه مغربيه تشمل شعوب اخرى. العروي كان 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 دقيقا في التعريف مؤخرا عن وضعيه المغرب الى غدر، قال إن المغرب عليه أن يفهم أنه يعيش في جزيرة. نعم. يعني أنه يعيش ببحده بمفرده، يعني البحر المتوسط، المحيط الأطلسي، والبحر الجزائري. الجزائري إذا جاز لنا أن نستعمله بحر، ولكن مع كامل الأسف ماشي الشعب الجزائري، شعب جزائري شعب عريق وعنده تاريخ مجتمعي زاخر، في حين أن مع كامل الأسف لم تسمح له القوى الاستعمارية هو أيضا بأن. هنا غنقاطعك إذا سمحت لي يا أستاذ، هذه القضية اللي قلت بأن الشعب الجزائري شعب عريق، حاليا الآن كاين واحد العدد ديال النقاشات وسجالات يعني على هامش التصريحات ديال ماكرون بكون الجزائر يعني أمة صنعتها فرنسا، يعني كيف نوفق ما بين ما تقول بأن الجزائر شعب عريق وما بين أن الجزائر يعني أمة صنعتها فرنسا؟ سياسيا صنعتها فرنسا. نعم. يعني جغرافيا وسياسيا ومؤسساتيا صنعتها فرنسا، لا يوجد في الجزائر قبل الفرنسيين إلا السكان الجزائريين، ما كانش يسموا الجزائريين، كلهم كانوا يسموا المغرب الأوسط، وهم يعتبرون أنفسهم من سكان المغرب الأوسط. كيف جاء المصطلح الجزائر؟ مصطلح الجزائر ومصطلح مستحدث أصله المدينة ديال الجزائر اللي كانت تسمى جزائر بني مزغنة، نسبة إلى القبيلة الموجودة في ضواحي مدية وضواحي البليدة إلى ذلك، التي كانت تمتلك هذه المدينة وكانت تمتلك جزر المراسي التي فيها، وتقوم أيضا بعملية القرصنة في هذه المناطق. ثم انتقلت الجزائر كاسم في الولاية في الفترة العثمانية إلى درجة أنها لم تكن حدود الجزائر بهذا المفهوم، هي عبارة عن ولاية جزائرية، إيالة جزائرية، يعني الإيالة هي لا ريجونس، يعني إقليم أو الجهة، كاع في أغلب الحالات ستكون واحد الجهة معينة. هذه المنطقة
مشكلة الجزائر أنها لم يتح التاريخ للجزائر أن تعيش أن يعيش فترة كافية لكي تؤسس دولة. نعم. الجزائريين كانوا دائما معرضين للاستعمار، كانوا معرضين للنكائب، كانوا معرضين للثورات، كانوا معرضين للفتن، كانوا معرضين لسفك الدماء منذ ما سينيسا ومتجايو غرطة ومتجايو هذا الكاهنة ومن الكاهنة بربروس خير الدين، وبربروس خير الدين غادي يجي الأمير عبد القادر الجزائري ومرجل الثورة الجزائرية. يعني الجزائر كبلد وكمجتمع جابها العنف في هذه الفترات وأصبح مجالا لإنتاج العنف. إذن هذا ما يفسر علاش أنه حاليا هذا البروفيل المعروف على الجزائري بين قوسين. لا ماشي الشعب أنا تنهضر على النظام. النظام منذ انكشارية لأنه هم اللي كانوا واجهين السلطة المغربية في عهد السلطان مولاي إسماعيل منذ محمد الشيخ السعدي إلى غد ذلك، وإحنا في مجابهة مع الأتراك ومع المتحكمين في الرقاب بالجزائر الشقيقة. دونك بالنسبة لي أنا هذا هو هذا السبب، هذا السبب، هذا التاريخ المليء بالفتن والمليء بالثورات لم يسمح للدولة الجزائرية أن تؤسس بنيات للدولة وبنيات دستورية أو مؤسساتية تسمح بأن الجزائري يصبح الجزائري يكون منظم في إطار كتلة تعرف باسم الدولة. إذن هذا ما كاينش، هذا ما درنا المقارنة مع المغرب. إذن المغرب مثلا علاش نقولوا بأن المغرب دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرن؟ لأنه تمكن المغاربة بالرغم من المشاكل التي عرض وجهه وإلى غير ذلك من أن يكون لهم تاريخ. المؤسسات والأفكار كتنشأ وكتأسس بفترات زمنية طويلة المدى، ماشي بسنة أو بعشر سنوات إلى ذلك، بفترات زمنية مقياسها هو قرن أو قرنين. المغرب كان دائما عنده الاستقرار السياسي في المنطقة ديالو بحكم أن السلالات التي تراكمت على حكمه مكنت من تأسيس بنيات. ملي كنهضروا على البريد، البريد راه في المغرب منظم منذ العصر المرابطي، الرقاص معروف في العصر الماريني، العصر السعدي إلى غير ذلك. ملي كنهضروا على الجيش ديال الحامل السلطان الى غير ذلك، عفوا لانه منظم منذ الادارسه الى غير ذلك. يعني هنالك تنظيمات للدوله موجوده بحكم ان الذي انشاها هم الاباطره ديال السلالات التي تراكمت التوالت على حكم المغرب منذ الادارسه او منذ ما قبل الادارسه منذ الفتره الامازيغيه والى اليوم. واذا اذا تجاوزنا هذه النقطه هذه سواء القانون المقارنه، ناخذ تجارب ديال الدول اللي حدثت العهد وليست لها العقدة ديال العراقة، ناخذوا امريكا براسها، يعني الولايات المتحدة الامريكية او الدول الموجودة في الولايات او الدول الموجودة عفوا في القارة الامريكية. لماذا الجزائر عندها هذه العقدة مع المغرب كدولة عريقة بينما هي دولة ليست يعني هي حديثة وليست عريقة؟ القدافي كان واضح، قال لهم شناهي الجزائر؟ هي الجزائر هي الرقعة الجغرافية الكبيرة، الجزائر صنعتها فرنسا، صنعها الاستعمار، يعني عبر اقتطاعات، عبر اقتطاعات من الاراضي التونسية في الدرجة الاولى، ومن أراضي ليبيا، ومن أراضي مغربية اللي دات تقريبا حوالي ما يناهز 400-500 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المغربية بالدرجة الأولى. ما تنساش أن المغرب أن الفرنسي، يعني ما يوازي المغرب الفرنسي، أثناء الحماية، واحد المساحة واحدة أخرى، إلى درجة أن الفرنسيين انتبهوا لهذا المشكل وأنهم لم يهاجموا تواتش، يقولوا هاجموا فيكي. لماذا هاجموا فيكي سنة 1900؟ حتى يقطع الطريق على القوافل المخزنيه اللي كانت كتمشي من فاس الى حدود تواد الى ثم ما نساو الزحام التجاري اللي كيتباعوا بانه لا جزائري ما جزائري مع عين ماضي الى غدك. عين ماضي كانت تابعه للمغرب، ثم هذا عين ماضي فين غيفكر مولاه يمشي؟ ما يمشيش لتلمسه، غيمشي لفاس. الدرجه الاولى، لذلك كان الزحام التجاري لما راى ان يرحل بفكره وبثقافته من عين ماضي الى فاس لم يفكر قطعا ولم يكن هناك جزائر موجودة، لأن الجزائر لم تكن أصلا موجودة. هنالك كتاب نشره فرنسيون سنة 1930 عبارة عن مراسيم وقرارات حكومة الجزائر الفرنسية، مبلغ ريزيدونس فرانسيز على كونيزاسيون فرانسيز اون الجيري، اللي نشرتها في تقريبا 700 صفحة، كله يتحدث عن الحركات العسكرية التي قام بها الفرنسيون لاقتطاع هذه الأراضي من المملكة المغربية منذ 1884
اي استيلاء على بشار، استيلاء على القرره، استيلاء على القنادسه، استيلاء على دار الاستقلال، ثم انتهاء بفيقيق بعد ان حاولوا تواس، بعد ان حاولوا الاستيلاء على فيقيق في قبل احتلالهم لتواس سنه 1902 او 1903. أليس هذه الاقتطاعات كلها التي ورثها بسحر بفعل ساحر النظام الجزائري العسكري الذي لا يرى في المغرب إلا عدوا لدودا له يجب أن يقضى عليه؟ لأنه في الواقع المشكلة فينا هي أنه باش يمكن لهم يحافظوا على الطرق يهاجموا المغرب في كل شيء، يهاجموه حتى تخيل معنا لو أنه كان هنالك مجال مائي مشترك بيننا وبين الجزائريين، شتي الصحراء تكون لا قيمة لها قدام هذاك الواد الصغير اللي داير بيناتنا بينها وبين لأنه كيقلبوا على شي مبرر باش يمكن يهاجموا المغرب، لأنهم كيعتبروه هو الخصم الرئيسي الذي سيقضي عليهم وعلى وهم الدولة الجزائرية بخريطتها. ولكن هذه يعني ماشي حالة شادة، يعني هناك القارة الإفريقية تعج بالعديد من الدول التي صنعت خرائطها يعني عبر الاستعمار، يعني لماذا تلك الدول ليست لها يعني عداوات بمثل ما نجد العداوة للجزائر تجاه المغرب؟ علاش؟ لانه في الواقع نقدر نقول لك على انه الى جيتي تفكر مزيان غادي تلقى ان هذو مغاربه انفصاليين، الجزائر كلها غادي تلقى انها مغاربه انفصاليون يريدون ان ينفصلوا عن المغرب، وعندهم صراع مع الدوله المركزيه تماما مثل ما كان هنالك صراع في القرن 19 ما بين المجتمع السيبه ومجتمع المخزن. وربما هذا ما يجعل الخطاب الرسمي الجزائري يتعامل على المغرب كالمخزن، ما كيقولش الدوله المغربيه، كيقول المخزن، كيقول المخزن، لانه في الجينات ديالهم وفي اللاوعي ديالهم، في اللاوعي ديالهم انهم مغاربه، وبالتالي يجب الدوله المركزيه من اجل الحصول على بعض الامتيازات الى غير ذلك. ولكن في الواقع هما الدوله هذه تقوم بهذه الحرب بالوكالة ليش الشعب الجزائري لفائدة من؟ لفائدة فرنسا بدرجة أولى، لأنه مؤخرا تصريح ديال فرانسوا أولاند تصريح حقير، نعم حقير جدا ووضيع مثل وضاعة هذا الشخص ووضاعة فكره وثقافته لسبب بسيط جدا. نحن نعلم أن الفرنسيين يريدون أن كونفليك ما اسمه وأن كونفليك جولي، يعني نزاع مجمد، نزاع مجمد في المغرب العربي الذي لا ينتهي إلى يصل إلى الحرب، ولكن لا يصل الى لا يرجع الى السلم. الى السلم بتاتا، لان فرنسا تنتعش الوضع تبعت الحال. ما تنساش ان الفرنسيين مستعدين يخربوا شمال افريقيا كلها اذا استطعت الجزائر والمغرب بحكمائها بالعقلاء اللي فيها الى غير انهم يجلسوا الارض ويتفاوضوا مع بعضياتهم ويوصلوا لواحد النتيجه معينه، لانه غادي يقطعوا على فرنسا ما يناهز 200 مليار ديال الاورو. ولكن نقلبوا حنا الايه، لماذا المغرب يظل مفعولا بها ولا يتحرك لنصف هذه المؤامرات التي تحاك ضده سواء من طرف فرنسا او من طرف الجزائر؟ وضع المغرب حاليا ماشي هو الوضع ديالو فيما قبل. الوضع ديالو فيما قبل كنا راهيني سياسه خارجيه فرنسيه، كنا في مجلس الامن دائما فرنسا كان تبتزنا من اجل موقف معين. الان تغير الوضع نهائيا. تقصد يعني بعد الاعتراف الامريكي، بعد الاعتراف السياده المغربيه، السياده المغربيه وبعد وجود علاقات مباشرة مع أمريكا واتفاق الإبراهيمي، ما يسمى بالاتفاق الإبراهيمي، نعم اتفاق الثلاثي، نعم. بعد الاتفاق الثلاثي أصبح المغرب حر وعنده واحد الهامش كبير ديال الحرية. ولماذا؟ يعني ما هي حالة الارتباك التي خلقها هذا الاتفاق الإبراهيمي؟ حالة الارتباك هو أنه رأت فرنسا أن المغرب فلت العمل يديها منذ 10 سنين أو أكثر من 15 سنة والمغرب فلت العمل يديها، كضحك عليه بشويه ديال المغرب، كيضحك عليها بشويه ديال المارشي بوبليك هنا ديال لا جابيل دوفر، ديري لنا تجي في ديري لنا هادي ديري لنا هادي هذيك. ولكن المغرب كان خدام، يعني كيشتغل بصمت، ما كيدير لا بهرجه ولا والو، عنده علاقات قويه مع الاتحاد الافريقي، مع الدول الافريقيه غرب افريقيا، ومشى حتى الانجلوفو المناطق الانجلو ساكسونيه في افريقيا، وعنده شركات واسعه اقتصاديه ومصالح اشتراك مشتركه مع في الابناك، في الجستيونس، في الاتصالات، في القطاع ديال البناء، في كل المجالات الصناعيه في المغرب هنالك حضور مغربي في القاره الافريقيه. هذا الحضور
يعني ازعج الاتحاد الاوروبي، ماشي ازعجوا، خرجوا على ما يسمى عن المغاربه من رونتو، خرجوا من 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 من, من التعقل ديالو، اصبح مجنونا بحكم انه تهمش واصبح يرى في نفسه بعيدا عن الوصول الى القاره الافريقيه. والان دابا حاليا بدات القوى الكبرى يعني كتصارع فيما بينها مباشره على مناطق النفوذ في غرب افريقيا بالدرجه الاولى، لانها المنطقه المؤهله ماديا ومعدنيا واقتصاديا وسياسيا وتجاريا بان تكون سوقا للدول الكبرى، الولايات المتحده الامريكيه من جهه في علاقتها بانجلترا بالدرجه الاولى، ثم اوروبا، ثم ولكن اوروبا كنشوف بان حالها ضعيف لانها لن تستطيع، اختارت الجزائر كدولة لتقوم بخدمتها بالوكالة في حربها ضد المغرب بالدرجة الأولى مع كامل الأسف، ولكنها لن تنجح لسبب بسيط، لأن الجزائريين ما استطعوش يخرجوا نفسهم من القوقعة ديال الاقتصاد مدغدغ مهلوك يعني سيء جدا، تضخم في أعلى مستوياته، الأسعار في أعلى مستوياتها، القدرة الشرائية يعني المواطن الجزائري في مستوى منحط جدا ولا يستطيع أن يجاري بها مكتسبات العيش داخل الجزائر، لذلك تراه أنه يحاول ما أمكن عن طريق نظامه أن يشتعل فتنة مع المغاربة لن تصل إلى مستوى لا لأن في واقع الدول الكبرى دول رزينة وعقلانية لا تريد فتنة تصل الى الحرب والمجابهه العسكريه، ولكن غير من خلال تخصصك وخبرتك يعني شنو هي مثلا الاقتراحات التي ترى ان على السلطات المغربيه ان تتبعها لتطويق يعني هذا العداء ولتطويق ولتجفيف يعني هذا التحرش الجزائري والدول الناطقه باسمها يعني كفرنسا. مثال نعم، الاسره حينما ترى نفسها مواجهه من طرف الخصوم جنان اش كدير؟ كتحصن بيتها، كتحصن البيت نعم الداخلي ديالها. اذا ما هي اسس تقويه الجبهه الداخليه في المغرب؟ الجبهه الداخليه في المغرب بسيطه ولا تحتاج الى ثلاث عناوين مثلا محاربه الفساد والرشوه والريع، هذه الدرجه الاولى. نعم، اعاده الاعتبار للكفاءات، ثم المدرسه تقوم بخدمتها في تربيه المواطن على المواطنه بالدرجه الاولى، وهذه اساسيه. المشكله هو انه دائما الجبهه الداخليه فيها مجتمع السيبه ومجتمع المخزن. ارجعوا لهذه المفارقه ديال روبير مونتاني، لا سوسيتي مخزنيان لا سوسيتي يعني ديال السيبه، يعني التوار والناس اللي كيجابهم المخزن رافضين الضرائب. على مشكله ديالنا شنو هي؟ ان المواطن مازال كيعول على الدوله هي اللي تعطيه، في حين ان المفهوم الجديد للدوله عند العالم كله في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا ان المواطن هو اللي كيبني الدوله، هو اللي كيساهم باش يؤدي الضرائب ديالو اولا. هنا في امريكا ما تعطيش ضرائب راك ماشي مواطن. نعم ياك، خص الدوله ايضا في مقابل هذه الخدمه العموميه اللي كاديها المواطن تكون هي في مستوى، تعطيه مستشفى بمستوى، وتعطيه مدرسه بمستوى، وتعطيه طريق بمستوى، وتعطيه بنيه تحتيه بمستوى، وتحميه من نفسه، تحميه من الجيران، تحميه من اذا هذه العناصر هي في دارك يعني هي المكونه اللي تلحم المجتمع لمواجهه العدو الخارجي. لا بطبيعه الحال. نعم. ولكن الفكره اللي عندي انا في بالي هو ان اعطيك مثال بسيط، واسمح لي اذا خديتك شويه الوقت باش نعطيك. نعم. المغرب حضر الله من الناحيه الطبيعيه بالجبال في الوسط. ما جابلوش الجبل وداروا في الحدود الجزائريه، وما جابوش الجبل وداروا في المحيط الاطلسي، عطاه الجبل في الوسط. في العرف الجغرافي التاريخي ان الجبل هو مصدر من مصادر المياه. نعم ياك، وجميع الانهار المغربيه الحسن الثاني قالها في 84 موجوده في المغرب، ما عندناش نهر مشترك مع الجزائر ولا مع موريتانيا ولا مع اي كان. ياك، انا الفكره اللي كنقول ان الدوله خصها تبني دابا حاليا سياسه استراتيجيه بعيده المدى في اطار مشروع تنموي، ولا دير مشروع تنموي موازي ليه، انه تقول غادي ندير قنوات ديال المياه على شكل دي زوتوغوت ايدغوليك، ودير احزمه على الاوديه. نعم. ما بين وادله ولوكوس، وما بين لوكوس وسبو، ما بين نعم سبو وبورغراغ، ما بين بورغراغ وتشراط، وتشراط ومربيع، ومربيع تنسيف الى ذلك، والسوس باش تدوز الماء. لان المشكله ديالنا احنا في المغرب هي التساقطات المطريه عندنا، تساقطات
ديال القناع نهار تاح نهار تاح هاد الشهر تاح وهذا هذا موضوع هذا موضوع يعني يحتاج لواحد جلسه ان شاء الله, علما ان اخلوش لما كان وزير الفلاحه كان يشهر ديال واحد المشروع يعني كيف نقولوا حنا ميغا بروجي ديال ترحيل المياه من منطقه الغرب نحو مراكش لا من منطقه من سد الوحده هذا الشعار الذي كان يرفعه اخلوش وهو ترحيل المياه من منطقه الغرب الفائضه الى منطقه مراكش التي تعرف واحد العزن مائيا ونامل ان شاء الله نامل ان شاء الله نستضيفك في حلقه قادمه لمناقشه هذا الموضوع خاصه حل باش نكمل الفكره ديالي على الجزائر مع كامل الاسف مع كامل الاسف ان الشعب الجزائري شقيق شعب وديع راه الاستعمار هو الذي فرض عليه في بعض الحالات ان يكون عنيفا او ان يشتهر عنه او يشتهر به العنف به ذلك فنقول على انه في نهايه المطاف كنشوف على انهم شعب واحد في ثقافه واحده عقيده واحده الى غير ذلك مسؤوليه ديال العسكر في الجزائر هي مسؤوليه ديال الشعب الجزائري هو الاولى بان يزيحهم او يبقيهم في السلطه ولكن على المغرب ان يكون حذرا من ترهات هؤلاء لانهم في الواقع يمكن لي نقولها لانهم حمقى وحمقى والعقل بعيد كل البعد عن ادمغتهم لذلك فاحنا خصنا نكونوا حذرين مستيقظين نعم. على دائم اليقظة ونأمل يعني أن المسؤولين يلتقطوا الإشارة للبقاء يعني على يعني خط أي النار كما نقول أي نعم. مسؤول أي مسؤول في أي مجتمع كيفما كان نوع إذا لم يكن يصغي إلى الآراء والأفكار التي تعبر عن مصلحة ما داخل البلد فهذا بالنسبة لي لا يعد مسؤولا وبالتالي فمسؤولية عليه غير واجهة شكرا لك انك لبيتي الدعوة وفي الحقيقة انك فتحتي الشهية للأنفاس بريس باش نستضيفوك مرة أخرى إن شاء الله لمناقشة واحد المحور الخاص بهذا ترحيل المياه أو المشاؤه كما سميتي أنت القنوات الهيدرولوجية أو الشبكة الهيدرولوجية بالمغرب وش مرة أخرى شكرا باسم هيئة التحرير أهلا وسهلا مرحبا